محمد عرفنا على البحيرة. طبعا هذه بحيرة قبرعون تعتبر من أشهر البحيرات في ليبيا في دهان وباري في يجوها كل السواح، وهي معلم من معالم السياحة في ليبيا، أكثر معلم سياحي في ليبيا. طبعا هي هذه شوفوا فيها، كان فيها سكان قديم طلعوا منها في سنة 1989، طلعت من الدولة قصد لغرض أنها تبقى منطقة سياحية. وقلتهم طبعا قرية جديدة اسمها حتى قبرعون. وقبرعون هو عون، هو اسم أول شخص جاء هنا تقريبا قبل 300 سنة. دار فيها أرقام هنا فيها وتعاش هنا، وجوه بعدين قبائل ثانية. طبعا فيها قبائل ورفلة وتواري، ورفلة وتواري ومجابحة، بعدين ثلاث قبائل الليبيين اللي كانوا عايشين فيها. منطقة قبرون. منطقة قبرون. وطبعاً بحيرات مشابهات لها. فيها وحدات تانية نفس النمط. طبعاً ملوحتها 7 أضعاف البحر الأبيض المتوسط. 7 أضعاف. 7 أضعاف. يعني شوف الناس تو يعوموا واقفين في البحيرة، مستحيل ينزل، ما ينزلش في المية، يبدأ واقف ما يتحركش عادي، يبدأ جسمه يلعند هنا المية أو يقعد على ظهره. يعني زي أقوله مثل. يعني حتى النوم. مثل البحر الميت. البحر الميت شبيه فيها 100%. ما يغرق شكك. بالضبط. ما شاء الله. طبعاً ما فيهاش كائنات حية. في حاجة صغيرة يقولها الزغلان يستعملوا فيها الأهالي هنا لعلاجات المعدة وحاجة زي كده. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. والله شعور ولا يصف، شعور أميزن. مكان يستحق الزيارة والله، ويستحق كل هذا العناء. الآن نعمل جولة وسط هذه البحيرة. والله يعني النزول ولا أروع، ولكن الصعود صعب. سبحان الله، واحة وسط قلب الصحراء. والله شيء خليك يعني تدبر في خلق الله، خليك تدبر في شؤونه، كيف زين هذه الصحراء بهذه الواحة. والله ما شاء الله، يعني مناظر كما يقولوا اخوتنا الليبيين، سمح ما شاء الله. ما تفهم شو الواحد منه، والله تعب. والله تعبه مش نورمال يا صاحبي. شفت هذا العرق وكل نضربه فيها عومه السبخه هذه تريسريس، ولا التريسريس على القوايم يتنحى بعد. قال لك مليح على سطر القوايم، مليح على عنده الريحه في الركابي. يعني نقول يا ويعطيني محنة. الله حركات تصير الدقلة تقبرعون. يا ربي الواحد الله غايم شي ريسك كده يدخل ديرك، ما تعرف لفعل داخل مثلا عقرب. يا ابوي يا ابن عمي يا ابن عمي. الله عجبته. المدخل من هنا لا مكان، كيفه انا مسكره به طول. يا واخذي وش ديني عرقت الحرقه هذي. ما تروحش خساره، مضربه فيها قطصه البحيره. انظر إلى جمال هذه البحيرة يا إلهي، كيف لك أن ترى هذا الجمال ولا تزوره؟ انظر إلى هؤلاء الصبيان، إنهم فرحون لأنهم لا يغرقون في هذه البحيرة لأنها مالحة. وهذا أنا يا إلهي، إنني أعوم
ونائم على ظهري لا أغرق. هاي حتى وأنني لا أعرف العوم. إنها أجمل عومة في حياتي. نعم إنها فرصتي لكي أتعلم السباحة. نعم وعليكم أنتم أن تعوموا هنا وتأتوا إلى هذا المكان. انظروا إلى محمد الطرهوني، إنه نائم على ظهره وهو مستمتع. يا الله انظروا إن الكل مستمتع هنا، ما شاء الله. اللهم أدم عليهم هذه السعادة. ماذا تنتظروا؟ هيا أحزموا حقائبكم وتعالوا إلى هذا المكان الساحر. غابراون بسبها ليبيا. وبالأخير نترككم تستمتعون بهذه اللقطات. هذه السيارة على ما أظن يلقبونها بالصابونة، لماذا؟ الله أعلم، ولكن انظر إلى سرعتها. يا الله ما شاء الله. وهذه الخضراء اسمها التندرا الصغيرة، إنها تنزل ببطء. هيا انزلي ازربي. إن هذا النزول خطر جدا، ولكن ليس عليهم لأنهم متعودون. وانظروا إلى التندرة الكبيرة 57، إنها مثل الأسد. انظروا كيف تنزل، لا تبالي، تنزل بسرعة خارقة. ما شاء الله انظروا. وهنا انتهت رحلتنا في منطقة غابراون، ولكن انتظرونا في الرحلة القادمة، سوف تكون أجمل وأروع. إنها إلى بحيرة أم الماء، ستعجبكم إن شاء الله.